اخر حاجه من الشوط ده، وان شاء الله خلاص السيرفايكل النهائي. خلاص ايه؟ السيرفايكل النهائي الساعه كام دلوقتي؟ 5 ونص، 8 ونص خلاص ان شاء الله. كسر
يبقى هيتحرك الكتف ويرجع ما عادش عندك كتف يتحرك. لانه هيبقى ادفانسد بوستيرو ارثروز، هيبقى بقى يطلع من الفروزن يدخل في سكند ايه؟ بوستيرو ارثروز او خشونه في الكتف. والخشونه هتعمل حاجه اسمها ريتيكولار ارثروباثي، ويبقى العين ده انيد او انديكيت فور شولدر ارثروباثي. طب احنا كعلاج طبيعي او اللي بيتعمل لعين فروزن شولدر كتيف منتو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت تخلي القطر يمشي اصلا. او انه يدخل في فروزن ستيج بأكبر مدى حركي ممكن يحدث، وده لن يحدث إلا في خلال من 6 ل 8 شهور. يبقى يوم ما تسرع الدنيا هتمشي كام؟ يبقى وأنت بتتكلم مع العامل بتاع البوز شولدر مش هتقول له أيام وأسابيع. Your treatment may take months to years. شهور. ياخد إيه؟ شهور. ما بياخدش أيام وأسابيع. لكن الانبرجمنت او السبريم فلوز شو سكند فلوز شولدر تقدر تمنعه من الاول ما يحصلش وما يحصلش اصلا. تقدر تمنع ده وما يحصلش ايه؟ اصلا. وده النجاح. يعني انت لو بتشتغل منظومه صح، لو راح فعل العيال دلوقتي سليم وعمل عمليه سليمه ومريض متعاون والدكتور على الطريق كده وشغله وعمل شغله، لن يحدث بين سكند فلوز شولدر والعيال يرجع حاله الطبيعيه 100% في الاطار الزمني المحدد. ده النجاح. منظومة خدمية الطبية السليمة. ده نجاح المنظومة الطبية السليمة. ده الأساس. لكن لو حدث كارثة. طب البرايمري فروزن اللي هو موضوعنا النهارده ده أندر كوز إيديوباثيك ديفكت تو ديفاين، صعب أنت تعرفه، ديفكت تو تريت، ديفكت تو ديجنوز. يعني عشان تعرف العيال ده فروزن شولدر مش بالسهوله اللي متخيلها الناس متخيلها. مش هيعجبني هعرف ان ده فروزن شولدر مش خاص بقول لو واحد ان هو فروزن شولدر. لانه ليه بين 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 وزاويه ليميتيشن بين بين ولا دي تروما ولا خبطه ولا وقعه ولا اي حاجه. تعمل اشعه نورمال بالكاردينال سايت اللي عشان ده فروزن ان الكاردينال سايت فري او نورمال اكس راي. يعني الاشعه بتاعته سليمه. العيان عنده ألم ظهر فجأة ممكن يبقى في مايكروبروم هيقعد العيان فترة يقول أصل الألم ده جاي عشان أنا كنت نمت على دراعي عشان خد برد وده في كل حتة في العيان مش في مصر بس. حتى لما يعدي مرحلة تقريبا نص المرحلة بتاعت البيت ستيج يبدأ يلف، لا ده الألم من الرقبة، ده الألم من الدراع، لا ده هو رجل الكف، ده تندرايتس، لا ده بالسايتس، لا ده سيرفايكال ديسك، ده سبوندلوز، ده الألم مش عارف من فين. وفي الاخر يبدا يتبدل معالم امتى؟ لما العيال يبدا في فريزنج ستيج. ليه ايه فريزنج ستيج؟ لان كان عنده بين وليميتيشن. والبين والليميتيشن يوني فور بين فول ليميتيشن. احنا كنا في الانفينشمنت قلنا المره اللي فاتت انا عنده بين فين؟ في الفليكشن والابداكشن والانتربريتيشن. وعنده ليميتيشن في الاتجاهات دي. والبين بتاع الفروزن الانفينشمنت كان موجود اكتر. البين بتاع الفروزن اكتف وبس. لان وين الباثولوجي؟ الباثولوجي في الكرسوم. النقطه الثانيه الكتف والليميتيشن وفريم اوف موشن العين الفروزن كابسولر. والكابسولر بدل اوف ذا شولدر از اكسترنال اب انترنال. عين الانفينجمنت يبقى جزء من الكبسول هو اللي طيب. جزء من الكبسول هو اللي طيب بعينه. فهيليميت الرينج بعينه اللي هو مينلي انترنال روتيشن. فالعيان بتاع البنجمنت سندروم هيبقى التايبس بتاعه انترنال اب فليكشن. عيان فروزن اكسترنال اب انترنال. وطالما الاكسترنال والابداكشن والانترنال ليمتد يبقى بقيت الفليكشن والاكستنشن والابداكشن ليمتد. يبقى عيان فروزن يبقى عنده يوني فور. يبقى الديفينيشن اوف فروزن شولدر از يوني فور بيرن فول ليميتيشن رينج اوف موشن. يبقى الفروزن عباره عن مين؟ يوني فور بين فول ليميتيشن رينج اوف موشن. يبقى انا عنده بيت الاكسترنال والانترنال والابداكشن والابداكشن والانتفليكشن والاكستنشن ده هيبقى مين؟ فروزن شولدر. يبقى يوني فور بين فول ليميتيشن رينج اوف موشن از فروزن شولدر. النقطة الثانية القلب بتاعه اكتف وبس. النقطة اللي بعدها ما بيجيش بيانج ايج، ما بيجيش بعد الكوبا. يجي يزود
ان التروما ممكن لو في حاجه مايل تروما غير مايل تروما لما تعمل اشعه كارتنال سايت نورمال اكس راي اشعه سليمه لما تفحص العين تلاقي بين في الاكسترنال مور ذان انترنال عادي البيرنجال في الانترنال ومش في الاكسترنال ممكن في الاكسترنال بس الانترنال مور ذان اكسترنال اكسترنال مور ذان انترنال يبقى ده مين؟ فروزن شولدر ناخده بقى فروزن شولدر ايه هو الفروزن ده؟ فروزن شولدر از اكتيفيكال سندروم كاركترايز باي بروس ريستريكشن اوف شولدر موفمنت اسوشيتد وذ كونتراكشن اند سيكنينج وذ جوينت كالسيول افكت ميد ايج الميد ايج هو الاربعينات 45 من فوق لحد ال 60 ده ميد ايج مش الميد ايج 30 45 الميد ايج 45 الى 60 يعني ما ينفعش عيان يبقى عنده ميد في الشولدر 30 سنه ويبقى عنده ميد شولدر ما ينفعش عيان ترويع معلق ايده وبقى عنده ليميتيشن في الريتم مش هيبقى فوز ده هيبقى ساكن الفوز لكن نقطه دايره الفوز الفرق بين ساكن الفوز ان انت تقدر تكسر الدايره والعين يشوف ويرجع حاله الطبيعي. لكن البرايمري جوز لو بدا اب وطلع من المحطه لازم يعدي على كل المحطات. يعني لازم يبقى بينهم فريز فروزن سول ستيج ده اربع محطات لازم يعدي عليهم كل محطه وكل محطه من اربعه لست شهور. يعني تقريبا من 18 ل 24 شهر عشان العين تكون كومبليت ريكفري. الهدف من اي انترفينشن سواء فيزيكال اور ميديكال اور سيرجيكال ان العيان ده يرجع فانكشنال وذن 6 ل 8 شهور. وذن ايه؟ 6 ل 8 شهور. الديفينيشن بتاعه يونيت فور فور بينفول اريتيشن. السكر بريء من فروزن السكر بريء من فروزن ولكن اعتاد الناس ان لما يكون مريض سكر ويكون في وجع يقول انت عندك فروزن شولدر السكر ريسك فاكتور والثيرويد ريسك فاكتور ولكن مفيش كوز للفروزن شولدر مفيش كوز للفروزن شولدر واحد بس الناس اللي عندهم دايابيتس بيبقوا هاي ريسك لو جالهم فروزن شولدر تبقى اعراضهم والبروجنوز بتاعتهم ابطا واصعب. لكن ممكن واحد ما يكونش عنده سكر نهائي وجلوكوز. ماشي؟ السكر ايه؟ ولكن هو لو موجود ان كنترول هيخلي البروجنوز ايه؟ جود اور سلو بروجنوز. جود باد اور سلو ايه؟ بروجنوز. يخلي التحسن ابطا والتحسن اقل من العين الطبيعي. ليه؟ لان ده اي حاجه فيها اي حاجه اي مريض عنده التئام السكر لو عالي الهيلي بروسيس هتمشي طبيعيه ولا تمشي ابطا؟ هيلي ابطا. فالفروزن كان كباثولوجي او باثولوجيز انفلاميشنز صح؟ يبقى الهيلي بتاعه التئام بتاعه هيلي بروسيس. طب لو السكر عالي هيلي يمشي في مده سريعه ولا يمشي ابطا؟ فالفتره بتاعت البناء هتاخد مده ابطا وبالتبعيه الانفلاميشن هيبقى اعلى وبالتبعية البوزيشن او البوزيشن اوف فايبرس تيشو ادهيشنز وسكار تيشو فورميشنز هتبقى اعلى فالليميتيشن هيبقى اعلى لكن مش معنى كده ان العيان الطبيعي او المريض اللي هو اللي ما عندوش سكر مش طبيعي مش ده فروزن ده حاجه طبيعيه جدا تيجي كل حاجه تيجي ان هو 3-5% من البشر 3-5% من الشولدر بين فروزن شولدر ومين اللي جاي فروزن ليس له دخل بالسكر لا بالقريب ولا بالبعيد ولكن السكر ده ريسك فاكتورز والثيرويد ريسك فاكتورز لو هو موجود يخلي البروجنوز ايه؟ ابطا ويخلي العيان مور ريستريكشن مور ليميتيشنز بين اعلى واعلى والبين اعلى واعلى يبقى مور ويكنس باد بروجنوز يبقى جزء من التريت تريتمنت بتاع الاوبزرفيشن فروزن شولدر لو هو دايابيتك الكنترول بتاع مين؟ السكر. ليه؟ عشان الانفلاميشن تجيب اسرع. يبقى الانفلاميشن ستيج هي البنت ستيج تمشي اسرع. يبقى بالتالي الانفلاميشن ما تحولش من اكيوت الى كرونيك يبقى ليس فايبر سيشن. ليس فايبر سيشن يبقى ليس اديشن.
يبقى less limitations، يبقى more normal، good normals. بس يبقى uniform painful limitation rate of motion دايما هيبقى associated with night pain. يعني هيقول لك الالم بيدير اكتر منه بالنهار، الالم سواء انا بحرك او حتى حرك لي، يبقى الالم بتاعه موجود اكتف وايه؟ بس. البودن شولدر الكلام عليه من سنه 1974 1975 1945 ده كان جراح عظام قال لك ان هو عرفه بوتس يوز ذا تيرم ادهيسيف كابسولايتس. كابسولايتس كبسول ايتس يعني انفلاميشن. بيست ان هيز ارثروجرافيك اند انتر ارتيكولار فاين، يعني هو شايف المفصل من جوه ولا مفيش اي فصول في المفصل ولا اي انفلاميشن في اي حته غير مين؟ كبسول. فعشان كده عرفوا ايه؟ ادهيسيف كابسولايتس او انفلاميشن في الكبسول. كل من 34 سنه اتسال فروزن شولدر وز ديفكت. الراجل غلب معاه قال لك ايه؟ ديفكت تو ديفاين، ديفكت تو تريت، ديفكت تو اكسبلين فروم ذا واي تو فيو باثولوجي. عشان كده بيتقال عليه ايكو بس. فعشان كده مش اي حد يقدر يشخص بروتو شولدر من الاول الا اذا كان شولدر مان او شولدر اكسبرت خبير كده يقدر يقول ده بروتو شولدر او ده مانجمنت او الالم ده بالالم. الكبسول نورمال ده لما بيحصل له كبسولايتس. المفروض الصوره دي فيها احمرار وهيبريجيا، يعني معناها ان الكبسول كل الراوند اتفلين. هو المقصد من الصوره انه جاي من فوق وجاي من تحت والاكسلري باوش بهذا الشكل والليميتيشن انتيجي. طالما انتيجي وبعدين جاب الاكسلري باوش ما جابش البوستيريو يبقى يقصد ايه؟ يقصد ان الليميتيشن اكسترنال اب انترنال، يبقى بياخد مين؟ كابسولا بدل. يبقى عايز توتن شولدر يبقى الليميتيشن اكسترنال ابدكشن انترنال كل انفليشن اكسشن ابدكشن ليميتد واكتف وبس. لان الباثولوجي فين؟ الكبسول. والكبسول ده ماسك كومبوننت لو انت حرك او هتحرك ايده، يعني حرك ايده او هتحرك ايده كده خلينا هتعمل ايه؟ بين. العين بتاع الفروزن شولدر البراجل هيبقى البيشن ايه 40 70 مفيش مينيمال تروما سيجنيفيكال نايت بين سيجنيفيكال ليميتيشن اوف اكتف اند باسيف موشن في اكتر من بلان. هيبقى الليميتيشن 50% ولا جيتا 30 دقيقة اوف وبس اكسترنال. لان الكبسول البدل بتاع الشولدر 3 2 1 3 2 1 ده قلناها في سيريس كنا بنتكلم في البرودكشن بتاع مين؟ الشولدر. اللي بعد اول ايد رينج فينتو اول ايد رينج كل رينج يعني اكسترنال اير ريتش اكسترنال كله فيها رينج. الباثوجينيسيس في الشولدر مش معروف، ولكن في كل القصه الناس لما دخلت المزار وخدت عينات وحطت تحت الميكروسكوب لقت ان هو مرور بمراحل انفلاميشنز، والانفلاميشنز ده بيبدا في الحته بتاعت الروتيتد كاف انترنال الروتيتد كاف انترنال اللي معدي فيها اللونج هيد كويسز. لما تبص الام ار اي ما تبص الام ار اي وتبص باسل جنيس هتلاقي انفلاميشن اراوند اللونج هيد كويسز والانفلاميشن في الحته بتاعت الروتيتد كاف انترنال اللي معدي فيها مين؟ السوليدي بين الهوبر ليجمنت والبراك والهوبر ليجمنت. فعشان كده الليميتيشن اكسترنال وبعدين ينزل الانفلاميشن في تحت ياخد مين؟ الحته بتاعت الاكسيلري باش كانت مكلكعه في الصوره دي اللي بتليمت مين؟ كودا اللي بتليمت الابدكشن. فعشان كده الاصعب مين؟ الابدكشن. وبعدين كمل الانفلاميشن في الرحله بتاعته ياخد مين؟ البيستيريو برضه زي الكبسول. يبقى الابدكشن والبوستيريو بيليمت الفليكشن والابدكشن والانترنال روتيشن والانتيريو بيليمت الليمت الاكسترنال والاكستنشن والادكشن. لما ببص للام ار اي مفيش الام ار اي البروتين شولدر كلينيكال دايجنوزز يعني بتشخص الكلينيكي ما بتشخصش الاشعه. ولكن لما تشوف ام ار اي بتلاقي انفلاميشن انت ارتيكولار جوينت فيشن عليه بهذا الشكل في كل الكبسول في كل الدايركشن. يعني ادي الانفيريو وادي الاندوك البايسبس اهي يبقى ده الانتيريور بارت بتاع الكبسول واللاترال بارت بتاعه يبقى الهيك فيلين كل الراوند وبايسيمتال تندنايتس عنيفه بهذا الشكل عنيفه. ده البايسبس تمبل ده البايسيمتال جروف اهو وده اللونج ايد بايسبس عالي في بيرك الميه مش انفلاميشن اديك البايسيمتال تندنايتس ده الانفلاميشن اللي عند البايسبس الحته بتاعت الوتوكاف انترنس
سوبر من فوق والسب سكاب من هنا وهو معاك تحمله في الحته دي الانفلاميشن في المكان ده. وتيجي تبص تلاقي العيان عنده ريتيشن سيفير فين؟ ده البريسبس وده السب سكابلاريس تبني اهو ده السب سكابلاريس وده الانفرا بتاع مرض وده السوبر سبانيس الصوره اللي فاتت كانت مصوره من فوق يعني ولا ده المقص بياخدها كده او بياخدها الشولدر اهو لو خد سايده كده هيقطع كده وهو ماشي زي اللي جابت الاي سي وانت ماشي اللي هي الثانيه اللي فوق بقطع كده عشان كده جايب الهيد بالظبط قطع ازاي كده فعشان كده جايب مين الهيد الحته اللي انا عايز اجيبها في الصوره دي هتلاقي الكريميشن في الحته بتاعت الاكسلري باوش ده اسود اهو ومنطوط بالشكل ده ادي الفيوجن فيها من تحت الحته بتاعت الانتيرو باند والبوستيرو باند اللي كانت متركعه فين؟ في الصوره اللي كانت مرسومه ده ادي الكراكويد صح؟ وده اليوبرس ده الليجامس اللي معاك اسمه مين؟ كراكويد هما الليجامس طب فين في الاميشن فوق وتحت يبقى ده الدكتور كاف انترنال المكان ده ما يحطش فيه فيرميشن غير في حاله واحده هي حاله مين؟ فرونت شولدر غير كده مفيش فيه فيرميشن ده ممكن بالام ار اي النقطه اللي بعدها السوبر سبين ستيم سوبر سكابيلاس المكان بتاع مين؟ الكوف انتر ده تشريحيه هاي روتيت الكوف استروك او كوميال ارش وادي روتيت الكوف انتر ده سوبر سكابيلاس وبين مين؟ سوبر سبين ستيم لو حصل في فايبروز واديشنز يحصل مين؟ ريديشن اكسترنال روتيشنز يبقى ده مؤشر قوي لمين؟ بوزيتيف شولدر. كلها بيمر الليجمنت سوا. والانفلاميشن الانفلاميشن بتظهر الانفلاميشن بتبقى في فيوجن. فيوجن ميه الميه بتظهر في التي 2 بيضاء. في التي 1 سوداء. شغل انت هتبقى في المرة الأولى ما فيش حاجة لسه. الانسيدنس. فروزن شولدر هاز ان انسيدنس 3-5% من الديتا روتيشن. الامبنجمنت 35-45%. يبقى لما ذاكر يبقى ذاكر مين الأول؟ يبقى لما تقول لك 10 عيانين شولدر متوقع 3.5-4 شولدر 30-40% منهم مين؟ والكفر و3-5% كام؟ يعني اقل من نص عيان يعني من تلت عيان لنص عيان من 10 فروز و3.5-4 بنجم بس ممكن نشوف سكن الفروز كتير كل اللي وقع اتخبط على ايده وقعد مبلايز اتكسر مش عارف عامل عمليه ما خرجش ايده ده كلها مين؟ سكن الفروز مش هيموت بالمراحل دي ده الواحد كان الاصل لو حركت بدري وحركته صح منعت القشر من الجزء والسيلف سيلتون ما كانش حصل علاجه منع لكن ده محدش يقدر يمنعه ده قطر وطالع وهيكبر حد مش هيستنى حد الستيجز بتاعتها كل شولدر ستيجز تمر في 4 ستيجز بعض الكتب بتكتبه 3 بعض الابحاث بتكتبه 4 او في ابحاث كده وابحاث كده انا اميل الى 4 مش عشان حاجه عشان ده فعلا نشوفه على عيني الناس ما بتقدرش تميز بين البيكتر والفريزنج يعني ايه بيكتر والفريزنج؟ يعني الالم والفريزنج والفريزنج عشان ما ننساش يا جماعه فروزن تخيل ان انت ازاله ميه ساعه حتى في التلاجه اول ما بتحطها في التلاجه مش الميه بتبقى ساعه لو حطيت ايدك في الميه الساعه مش توجعك صح؟ يعني الميه الساعه حطيت مش توجعك ولكن الميه جوه اللي زي اتحرك ما بتتحركش صح؟ يبقى البيرفول ستيج دي من زيرو لثلاث شهور في الحاله دي العيان اي 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 ومفيش اي ليميتيشن في اي اتجاه والاي او الوجع موجود في كل الدايركشن يعني موجود في الفليكشن موجود في الابدكشن موجود في الاكسترنال موجود في الانترنال موجود في الاكستنشن يبقى عنده يونيفورم بيندل بيندل موشن لو حقنته
اي حاجه لوجه الانسيزي جراح عضل وحركته الرينج هيبقى كامل كومبليت. يبقى اللي عامل هاد لو في شويه كلمتيشن في الاخر القصد فيهم مين؟ البين. يبقى بين البين وزاويه ليميتيشن. ودي المرحله الاولى اللي بتاخد تقريبا من 0 في 3 شهور. دي اول مرحله. المرحله الثانيه لما الميه تتحط في الفريزر شويه مش تبدا تتجمد، تحس انها حركتها بقت اتقل اصغر جوه الازازه، ولكن برضه لو حطيت فيها هتوجعك صح؟ ده فريزي بدات التجمد. يبقى هتعمل اي اي وليميتيشن، اي اي وليميتيشن، اي اي وليميتيشن، والليميتيشن يونيفورم في كل الدايركشن، يبقى عنده وجع وعنده ليميتيشنز. وبدا يفقد حوالي 30 ل 40% من الرينج. وعنده ليميتيشن في كل الدايركشن وبيت في كل الدايركشن هو بيحرك. الميه اتجمدت. التلج اتجمد. جوه الازازه او جوه حاجه. عشان يوجع مش لازم تخبطه؟ يبقى نهاية الحركة في النهاية اللي هتوجع، يبقى هتلاقي الكتف متجمد، ولكن الوجع امتى؟ في الاند رينج، يعني فريزنج اي اي وليمت، اي اي وليمت، اي 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 وليمت، ده الفريزنج. فروزن بحركك الحبة اللي بحركك بحركة الألم قل، ولكن اي في الآخر إن وجدت. يعني ما تلاقيش عنده بين أصلا. لان هو 2 كيرف بيطلعوا من عند 0 لحد 6 القلم ويبدا ينزل من عند 3 يبدا مين يزيد الليميتيشن ويزيد يزيد يبقى البيك بتاعه عند 6 او 9 وقدرنا نكمل شويه فوزنج ستيج ممكن يبدا بقى السوينج ستيج يا عند 12 يا عند 18 شهر يسيح. الفروزن والسون مكشوفين بين بس فيهم ليميتيشنز. البنفو والفريز فيهم بين وبدايه ليميتيشنز. فروزن مفيش بين، البين قليل جدا والليميتيشن عالي. السون زي التاج اللي مفيش بين خالص. هو الاول فروزن ولا فريزن؟ بنفو فريزن فروزن. الاول فريزنج وبعد كده يبقى فروزنج وبعد كده يبقى سولنج. سولنج اتجمد، بعد ما يتجمد تطلعه بره الثلاجه تحط في حاجه سخنه يسيح. عشان كده هو اسمه ايه؟ فروزن شولدر. فروزن شولدر. فروزن اسمه منه الامبلجمنت، يعني ايه؟ اختناق او انحشار. فروزن تجمد. التجمد ده التلج لما بيتجمد مش بيسيح، ياخد وقت ويسيح نفس القصه. ده الصوم. ده الصوم بيستيج. الصوم كده خفيف. بتاخد خفيف كده بس هي النقطة. مفصل في سن واحد من 45 ل 60 سنة قعد يموبيلايز ما بيتحركش سنة ونص سنتين. هيبقى مفصل تاني؟ ولا ما عادش مفصل أصلا؟ كيف بتموت؟ خلاص. هنبدأ معاه من أول مرحلة. ايه كل حاجه؟ بيبقى عندنا بين فول بين 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 ومفيش ليميتيشن، وبعدين بين وليميتيشن اللي هي الفريزنج ستيج، والفريزنج ستيج هي الكولد ستيج وفيزيكال سيرم انترفينشن. احسن مرحله غير طبيعي اللي هي مين؟ فريزنج ستيج اللي هو من 3 ل6 شهور او 9 شهور. ما هو الديبت مش مشكلة، ما هو مشكلته هو ديفكت في ديفكت كده سيستم. كل عيان فيه ليه طريقة. بس لازم هو كلينيكال دايجنوز. لازم تبقى ايشو، عارف ان ده كذا يبقى كذا، دي كذا يبقى كذا. ده فريزنج يبقى تريتمنت كذا، ده فروزن يبقى تريتمنت كذا، ده بينفول يبقى تريتمنت كذا. قلما يبقى ده البيرفو ستيج بين بين ومفيش ليميتيشن. فريزنج بين وليميتيشنز. دي الافضل للعلاج الطبيعي. لان كده كده في المرحله دي البين بيقل.
والفروزن او التجمد او الليميتيشنز لسه انماتيور. يعني فايبرس تيشو تقدر ان انت لو تعمل جنتل تخلي يدخل الفروزن ستيج باقصى مدى حركي ممكن. الهدف يبقى فوز البين هيقول يبقى التارجت بتاعك زياده المدى الحركي فيما لا يزيد الالم. يعني لو انت ما اشتغلتش على الالم اصلا طالما ما بتزودش الالم بتزود الرينج يبقى العنج والعنج بتحسن. يعني لو جاي اخو كده والبين ظهر بعد اسبوعين او شهر من العلاج مش اسبوعين يعني 3 شهور الرينج بتاعه بقى كده والبين ظهر كده بتحس. هدفك زياده المدى الحركي فيما لا يزيد البين. البين لو زاد الليميتيشن هيزيد. مش معنى انه ما قلش انه ما تحسنش. لو انت زودت المدى الحركي الرينج اوف موشن والالم ما زادش ده تحسن. وكده كده وزن وزاود بيك او من غيرك البين هيروح. هدفك انه يبقى فروزن في رينج فانكشن. يعني يوصل فروزن وهو يقدر يسرح ايده يحط ايده على راسه بص لوشه يحط ورا ظهره. واكتر حاجه هتتحسن وهتبدا في التحسن هتبقى مين؟ الانترنال روتيشن. وحجر الزاويه الاساسي في علاج اي كتف ابدكشن 90. يبقى انت هيبقى هدفك تجيب ابدكشن 90 وتزود مين؟ لان هو الاسهل. اللي ليه في الصعوبه طب انت جبت انترنال وجبت ابداش اوتوماتيك الاكسترنال هيتحسن. واخر حاجه هيتحسن في الريدي بتاع الفرونت شوتر هي مين؟ الاكسترنال. يبقى في بينفول دي غالبا ما لناش دور فيها واي انترفينشن فيها كارثه لان الانترفينشن ممنوع نعمل فيها اكتف او بس تريتمنت ثانيه من اكتف اسيستنت هو اللي يعمل نفس التمارين وشويه ادفايس وخلي بالك تفضل بالشكل الفلاني وحرك ايدك بالطريقه الفلانيه لكن ما نعملوش ايه؟ اكسرسايز. لو عملنا له اكسرسايز هيبقى مور انكلينيشن مور فايبرز تيشو مور ليميتيشنز مور بين. المرحله الثانيه هي بتاعتنا. المرحله الثالثه لو ما دخلش الفانكشنال رينج بتاعت الجراح. يعني انا بقى فروزن شولدر فروزن شولدر فروزن ستيج عدى على البين والانس دو بين 6 ل 8 شهور 6 شهور 6 ل 9 شهور يعني بقى 6 شهور او 7 شهور وما عادش عنده بين تقريبا المشكله عنده بين صعوبه الحركه في الليميتيشنز ده الايديال اند اوبتيمال انترفينشن فور هيم از مانيبيوليشن اندر انستيزيا او ارثروسكوبيك ريليز. يدخل بمنظار ينظف الكتف يا اما يحركه تحت الفتحه العين. ومرحله الفروزن بتاعت مين؟ الجراح. في حاله انه بقى فروزن وما عندوش ايه؟ فانكشنال رينج يعني ما يقدرش يسرح شعره. ما يقدرش يجيب المحفظه انا اجيب البنطلون احط حساب في علبه البنطلون. لو ما دخلش فروزن ستيج البين رائع وهو اصحى يا معلم هو كده ساعتها هتريفير للجراح دكتور العضل حاجه من الاثنين يا يعني مانيبيليشن اندر انستيزيا يا ارثروسكوبيك ريليف وحضرتك شريك في القرار. وهقول الكلام ده دلوقتي يبقى ناخد الكريتيريا بتاعت كل ستيج. بين كل ستيج من 0 ل 3 شهور ديوريشن بين ويز اكتف اند باس فريند موشن ليميتيشن اوف فورورد ديريشن ادكشن انترنال اكسترنال اكزامين اندر انستيزيا نورمال اور مينيمال لوس اوف ريميشن موشن ليميتيشن. الارثروسكوبي لما دخل المنظار لقى المفصل هيبريلي وبين فول والانفلاميشن فين انتو سويبي الانتو سيبير فين في الكبسول الحته بتاعت الروتيتو كاب انترنال مش دي الانتو سيبير بتاع الشولدر كوراكويد اليوبرس مش دي الجزء السبيريو الانتيريو بتاع الشولدر. فعشان كده الموست ليميت بين اوف ذا فروزن شولدر از سيرفر ستيج 2 اللي هي الفريزنج ستيج. فريزنج ستيج يا محمود
من 3 ل 6 او من 3 ل 9. الشرط ان العيان ده كرونيك بين متاكد ان بس كرونيك موشن ليميتيشن في كل الدايركشن زي من اندر اناستيزيا رينج مود ايدنتيكال تو وسبيشن او ليك. يعني ايه؟ المره اللي فاتت لما حطينا لوكال اناستيزيا شلنا البين الرينج وصل دي نورمال. المره دي عشان كده قلنا بين بين مفيش ليميتيشن في البين فور ستيج. لما ادينا هنا ضيعنا البين العيان بقى عنده ليميتيشن زي ما هو صاحي زي ما هو نايم. يبقى قصه حصل مين تايتنس كده التشو الرينج ما بيختلفش. فمعناها ان عنده بين وعنده ليميتيشن. عشان كده طالما عنده ليميتيشن يبقى محتاج حاجه تعمل ايه؟ في ظروف الرينج ستريشن تعمل ستريشن للتشو ده عشان يهيل فين؟ في لينسنج بوزيشن. في هيل او يدخل فروزن او يتجمد او يهيل فين؟ في وضع فانكشن. دي معنى مين؟ في الفريزنج ستيج. يبقى الفريزنج ستيج هيبقى فيه سينوفايتس هايبر فاسكولار سينوفايتس سب ساينوفيال سكار فايبروبليزيا. يعني ايه فايبروبليزيا؟ هناك كانت سيرو انفلميشن بس فايبروبليزيا بدات فيه خلايا تتكون وتتشعب وتلزق. يبقى كده عشان كده لما عمل اناسيزيا وضيع الالم ستيل الليميتيشن موجود زي ما كان هو صحي زي ما هو نايم اندر اناسيزيا. طب انت بقى الليميتيشن حصل دي المرحله الايديال للعلاج الطبيعي الهدف فيها زياده المدى الحركي فيما لا يزيد البين. يعني التارجت بتاعك في ظروف الرينج اوف موشن وزود انكريزنج البين. البين كده كده هيبدا ايه؟ بيتسن وبيطلع لحد 6 شهور وعند السائل من عند الغدا 4 او 5 6 انس او 6 سنين مش فيه. فروزنج ستيج يا اما 6 يا 9 بدايتها ونهايتها 12 او 15. هي بتبدا بنهايه مين فريزنج. فروزنج ستيج مينيمال بين ابدا مينيمال بين والبين فين؟ زي الازازه اللي فيها التلج الجامد لما تخبط فيها توجعك. يبتدي اللي فيها الميه من جوه لما تتحرك وتخبط تخبط في الاخر تعمل وهي بتتحرك بتخبط فتعمل الم. الثانيه اللي هو البنتول الرينج عادي طبيعي جدا جوه المفصل ولكن في بيل الميه الصعبه بتعمل وجع. الميه اللي بدات تتجمد شفاره كده بتعمل ايه؟ تتحرك بس حركه اقل. اللي بدا فيك توجع بره المنطقه فيه الفروزن توجع امتى؟ لما تخبط فيه. بي اكسب بين ات ذا اند رينج سيجنيفيكال ليميتيشنز ويز ريجن مش فيرن مش كابسول ريجن يعني اكيوت فايبر سيشن. معنى هذا ان العين لو بقى فروزن ده نوت اندر ذا سكور فيزيكال سيرفر مش بتاعنا الا اذا هو دخل الفروزنج ستيج هو فانكشنال رينج هتكمل معاه عادي وانس بير ويك او تكمل معاه لحد لما يعدي مين؟ السوينج. وساعتها هيعدي السوينج مش هياخد المده دي كلها مش هياخد 6 شهور ده ممكن شهرين. يعني خلاص روح فك هيسيح بسرعه خرج بره التلاجه ارثروسكوب نو هايبر فاسكولاريتي ما عادش فيه بلاد سبلاي ما عادش فيه هيبرينيا مكان هيد هيبقى فيه احمرار يبقى نو هايبر فاسكولاريتي فايبروتيك سالوميا ديمنيش كابسول فيلم لما تخش جوه الكبسول هتلاقي شرانكينج وابيض لانه بقى متيور زي كونكتيف تيشو زي الجيجرز والتندون زي الكبسول هيبقى شكله زيهم. لكن طول ما كان محتاج فايبروبيزيا ده لسه انفريم والانفريميشن لسه بتطير فلما تكون انفريم لسه يبقى الاستيك. لكن لما متيور فايبرس تقدر تقطعها. يبقى عشان كده المرحله دي بتاعت مين؟ والكبسولر والكبسول شو ايه؟ دنس سكار فورميشنز. يبقى لو بقى فروزن لو العيان ده ما عداش ال 90 انا جاي اخد كده مفيش ابتكشن طبعا مفيش ابتكشن 45 عمره ما يقدر يجي ورا ظهره وعدى 6 ل 7 شهور وجاي لك علاج طبيعي اعرف ان انت وقفت على راسك مش هتعمل حاجه. هتعمل له اسبوعين ثلاثه علاج طبيعي وبعد كده تقول له ايه؟ هو جاي لك عشان علاج طبيعي.
الطبيعي لو هو واثق فيكوا عارفه وانت عارف وليه مصداقيه الاول هتقول له ده فوزن فوزن في ستيج مفيش بيت ليميتيشن عليه احنا محتاجين ايه؟ انت بتجيبه ليه او بتقعده ليه؟ بتقعده عشان تساعد في القرار انت محتاج منظار ولا محتاج مانيبيوليشن اندر انستيزيا تشتغل معاك عشان تساعد في القرار المنظار هتكلم من 15 ل 20 او 30000 المانيبيوليشن اندر انستيزيا من 5 6000 فانت لما يعمل 5 6 3 4 اسابيع علاج طبيعي معاك هتساعده في القرار ممكن يعمل مانيبيوليشن وما يستفيدش بيها يبقى ده حرمان في الارض وممكن يعمل منظار وما يكون المنظار هو البيض ستاندرد وكان يتحسن بالمانيبيوليشن لما دفع 20 وكان ممكن يتحسن بكام؟ ب 5 ب 15 ده بقى فانت تقدر تساعده ده وده لو انت بتشتغل منظومه صح تيم ورك جراح مريض فيزيشن العيان يدخل لك الجلسه دخل الجلسه عملت له الجلسه بتاعته زي ما دخل زي ما خرج ده يتحسن بالانفورميشن ده هيبقى دنس سكار تيشو فورميشن ده انه هيدخل الجراح يعمل تحليل فوق وتحت بالجنب طق 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 على مفصل كل الاتجاهات ويقعد معاك شهر شهر ونص بعد كده في العلاج الطبيعي هيبقى زي الفل اسمها كلاس ناين فروم يعني ايه تفيد لو العين دخل الجلسه بدات معايا كده الرينج هنا خلصت الجلسه طلع كده كان بادئ ابدكشن كده دخل الجلسه خرج كده كان داخل السير انترنال كده خلصت الجلسه كده تقول له اقعد في الريسبشن نص ساعه ولا حاجه تعالوا في الريسبشن نص ساعه ساعه الا ربع تاخروا تاني اللي كان كده رجع كمان كده اسلم زي الليد بايب زي المفروض الرصاص يبقى دخل لو دخل الجراح حركه بايده رفعها للاخر ورجعها مش هيحصل نفس اللي حصل؟ دي مش حاجه ناشفه تتقطع دي حاجه بتتمط فلازم تتعمل ايه؟ تتقص اللي بتتمط تتقص الناشفه تشدها وتقطعها الستيف اللي ما جابتش خالص لما يعمل ريجريشن اندر انستيزيا يتحسن كعلاج طبيعي بعدها يتحسن من منظور الانيميليشن ويرجع كما علاج طبيعي يتحسن. اللي انت عملته علاج طبيعي وفتح معايا وسبته بره شويه ودخلته تاني كاش ده لو دخل الجراح هيعمل زي ما انت عملت وهو مش حاسس حركه للاخر يفتح معاه. يجي لك بعدها تاني يوم العمليه يتحرك تلاقيه كما كان زي ما كان رايح العمليه زي ما كان رايح قبل العمليه. ده اسمها ليد بايب. الرصاص شديته ورسبته رجع يبقى ده حله ايه؟ فالفايبر ستيشن هو الفايبر ستيشن اللي هي بتعمل ليد بايب حلها ارثروسكوبيك ريليز يطلب منظار اكتر الحاجات دي كلها وشرب اللي هو كلاس نايف حله ايه؟ مانيبيليشن اندر اسيس الاخضر والمنظار. طب لو عيان فقير ومعهوش 20 30000 يقع في البيت. لا استنى لا استناش السنه دي خلاص ظهرنا عيان فقير هو اصلا الاصل المنظار الافضل جولدن ستاندرد هو يتحسن بالريبليشن وانت قلت والله وضع 1 2 3 4 كلمت الجراح انا شايفه كذا والريبليشن افضل 5 6000 امرهم سهل لكن 20 30 مش اي حد يقدر يظبطه. طب مش هيرجع تاني؟ لما يكون الكلاس نايف مش هيرجع. كلاس نايف علاجه المانبليشن. الليد باي لازم منظار. لكن لو واحد عنده ميسوره منظار اول. في الحالتين. المنظار هو الجولدن ستاندر يا جماعه في الاثنين. ولكن اللي ظروفه على قدها يعني المانبليشن اللي هو كلاس نايف. طب وظروفه على قدها هو ليد بايب ما ينفعش يعمل برضه نستنى او نشوفه طريقه او نتكلم حد او مش هيستفيد من الانفيشن. يبقى لو جالك وانت عارف ان هو ليد بايب ولا الدكتور بيقول لي كذا وتقول له تقول له ايه؟ جمع حالك وليك نفسك لان هتعمل مش هتستفيد منه. لازم تعمل ايه؟ فالقرار بتاع مين يشتغل مع العيال وعارف ان هو هيفتح او يفتح ولا كده مين اللي بيقعد معاه من الساعه ونص شغال؟ انت ده لما يوصل الفوز
السورنج ستيج تبقى 12 او 15 او 24 شهر. يعني ممكن العيان ده يبقى اخره بقى فروزن عن كام؟ 6 يبدا يصور عن كام؟ 12 ويفك بعد كده. او يبقى سوينج فيزي لحد 9 شهور. يبقى الفروزن 6 شهور يبقى 15. يبدا يدخل السورنج بعد 24 شهر. فهي ريمز. العيان بتاع السورنج ستيج مينيمال بيل بروجريسيف امبروفمنت القلق ريمز يتحسن لوحده. زي التلج اتحط ليه؟ طلع من الثلاجه في الرسيف يفك لوحده. مينيمال ثلاثة ادليه والفورز زي ما مفيش حاجه اصل هو خلاص بدا يفك هي يعني مش تمرات مش فاهم ليه ده بدا يتحسن انت مش محتاج اليوتشن اصلا. ده الدايجرام يوضح البين يزيد وبعد يبدا يقل في الوقت اللي البيك بتاع البين موجود يبدا الليميتيشن يظهر في الوقت اللي البين بدا ينزل يبدا الليميتيشن ياخد هو بينزل هو في البيك بتاعته يبدا ده يقل يبقى ده البين في الستيج هنا كده بتدود اللي بقى السومنج ستيج دي بدايه مين؟ فروزنج ستيج دي كده سومنج. من اكثر الحاجات الشيقه لازم يكون احنا عيان بتاع الفروزن ان التريتمنت بتاعنا البيشنت شوت بيشنت التريتمنت بتاعنا هياخد مصر اند يير راذر ذان ايه؟ ويستثمرنا. وان القصه بتاعتنا كل ما كنت اجريسيف كل ما كنت ليست بروز كل ما كنت عنيف بتعمل بقاف وبتعمل بيه كل ما كانت النتائج بتاعتك اسوء والتحسن بتاع العيال ايه؟ اضمن. النقطه الثانيه التريتمنت بتاع البوزن شولدر ستيج سبيسيفيك يعني كل مرحله لها التريتمنت بتاعها. لو انت عملت تريتمنت قبل ميعاده العين هيبقى اسهل. بمعنى الرجاله اكثر تحسن في البروزن الستات لان الراجل بيروح امتى؟ الراجل بيروح لما يبقى في الفريزنج ستيج. الست بتروح في اخر البيرفول ستيج او في اول نص البيرفول ستيج. تبدا الست تروح للعلاج الطبيعي لما تبدا يبقى عندها بين اثناء الاستجابة. الراجل بيبدا يروح للعلاج الطبيعي لما يبقى عنده بين او مش عارف يجيب المحفظه يجيب المطرونه ويحط الحزام في القهوه. فده الفريزنج ستيج جنبه. هو راح امتى؟ هي مش عارفه تلبس فراح تبدل. فلما تروح في البيرفول ستيج هتبقى بدل النولز. هو بيروح لما مش عارف يجيب المحفظه من جيب ايه؟ يبقى بقى فريزنج. فلما يعمل علاج طبيعي في الفريزنج يدي بروجنوز احسن من اللي عمل في البنت. فعشان كده لما يجي لك عيان او عيانه في البنت والستيج ده فلما هيجي هيجي لك امتى؟ لما يكون كان عنده رايت شولدر رايت شولدر فور رايت فوزن شولدر وجاله في الليفت لانه هيجي في رايت يجي في الليفت بعدها بكام سنه. هيجي لك لانه هيعرفه بالظبط هي نفس الاعراض بس كل اللي عليك انه هيجي لك جامد. لما يجي لك في الحاله دي هتقول له ايه؟ لا احنا مش هنبدا دلوقتي. استنى لما نبقى مين؟ فريزي. طب استنى لما يلم الريج وانا اشتغل؟ اه. لان انت لو اشتغلت هو في البيرفول ستيج هيبقى مور فاسكولايزيشن مور انفلاميشن مور فايبرستيشن مور اديشنز مور ليميتيشن. والمعيار ده. يبقى السنه لما يعدي مين؟ البينفول بيدخل في الفريزنج. الفريزنج اللي هو بين وليميتيشن. لما يكون عنده بين وما عندوش ليميتيشن ما يتعملوش علاج طبيعي، استنى عليه. التريتمنت اوف سترول ستيج سبيسيفيك كل مرحله لها علاج. ذا كونسبت نو بين نو جين از نوت ابروبريتد فور ذات كونديشن. لازم نفهم العيان ده. لازم نعرف العيان بتاع الفروزن بيشنت شود بي بيشنت. لازم يكون صبور وفاهم والتريتمنت بتاعنا احنا وهو تيم ورك. الراجل معاك ست شهور سبع شهور. النقطة الثالثة والأهم التريتمنت بتاع الفروزن تو سيشن بير ويك. ما ينفعش ثلاثة ولا أربعة. جلستين في الأسبوع في الفريزنج ستيج وبعد كده تبقى جلسة في الأسبوع وبعد كده جلسة كل أسبوعين حتى لما يجي. ثلاث جلسات في الاسبوع مور ستريس مور انفلاميشن مور فايبرس مور ليميتيشنز.
جلستين سبت وثلاث مثلا سبت واثنين وخميس حد وقت كان مش متفرج مش سبت اثنين واربع سبت واثنين واربع او حد وثلاث ده ما ينفعش بس 48 ساعه من الجلسه والجلسه على الاقل كل ما هيعمل جلسات اكتر كل ما هيسوق اكتر لازم الجلسات تبقى متلعبه كويس بالويك كويس بالويك الجلسات بتاعتك مش القاعده بتاعتنا ثلاث جلسات في الاسبوع ولا تاني كويس يكمل كده يا رجاله لا ينطبق هذا على الفوز ذا كونسبت نو بين نو جيت زود سوتابل ده كلام مثلا وبني وجيه وذا باس موفمنت تكنيك وذا جوينتس يو هاف تو يور مايند ذا موشن تو سايز ذا جوينت اند تراي تو نو وات ذا جوينت بلاي فيه ده الاخ مثلا نفسه وهو بيقول الكلام ده يبقى نو بين نو جيت مفهوم نهائيا اللي بعده العيانين اللي سبناهم نجلت ما نعملوش علاج طبيعي سوبرفايزر كده روح ما نعملش حاجه مع نفسك انت بينهم ما نعملش علاج طبيعي اجريسيف تحسنهم كان احسن عشرات المرات بالعيانين اللي عمل لهم اجريسيف فيزيكال سبورت لو مش هتفيد ما تاذيش ان فاكت ذا مور اجريسيف فيد بيشن اكسبت كيس بوزيتيف اوت كام زان زوز هو ارتلايز سوبرفايز تكنيكشن يعني انت عارف النهارده بروز ما بتسيبش في حاله ما قربتش منه كان نتائجه احسن من ايه؟ من اللي جبته وقعد بقى تشد وتزق وتعمل وتعالى يا عم وتقطع ندخل بقى على التريتمنت البندل ستيج البندل ستيج غالبا محدش يعرف يشخص العيان في المرحله دي والعيان هيقعد في الفتره دي كلها تقريبا مع نفسه هقول لك انا عندي شويه باب اصل انت اكيد في غلط اصل الحاجات اللي احنا كلها بنقولها عادي جدا وده في كل المجتمعات وكل الثقافات على فكره مش مجتمعنا بس ذا ترو بندل ستيج از ان ويمن ذا بيشنت داز نوت يوز ذا ارم فروم فيلر موفمنت العيان مش هيجيلنا اصلا اجين ذا بيشنت اوفن دازنت نوت ابير بريزنت دور ستيج ولا لما هيجي عليك في المرحله ايه؟ صعب جدا انه يجيب ولو جه بقى هيبقى عيان هيتعالج عندك هتبدا تعمل له سوبرفايز اكسرسايز مره كل اسبوع او كل 10 ايام تاكد عليه يعمل كود من اكسرسايز والدنيا اكسرسايز مع نفسه في البيت وتعلمه ازاي لان العيان ده مشكلته هتبقى في النايت داي مش عارف ينام من البيت سليب دور سليب قلق اسنان فينام بمخده بشكل معين يحط الشولدر بالسكابلر بلاك ويبدا كل شويه يحرك ايده باوضاع معينه هيمسك ايده بالطريقه دي هو بنفسه لنفسه ويرفع فليكشن وياخدها ابدكشن ادكشن وياخدها اكسترنال وانترنال ليه؟ هو اللي بيحرك طالما هو اللي بيحرك هيعمل حاجه توجع نفسه هو اللي ماسك النار وهو اللي بيه اللي ماشي. فالنقطة الثانية وي هاف بولس يوز ابيلو اون ثوراسيك سليبنج بوشر تو بروفايد ريليف. ايه ده سيشن؟ عاوز ايه؟ اوف. هو هيحرك ليه طيب؟ هيحرك عشان الدنيا ما تلزقش بزيادة. يعني الألم مش هيخف لو لا. الألم موجود. مش قلنا هو قطر وطلع من المحطة يا شاب. القصة إنه لما يحرك الأديشة ما تبقاش الدنيا لزقت. فكرتها مع بعضها. هو اللي ماسك لان هو اللي عنده الانفلاميشنز هو اللي حاسس بيه فعند اول الوجع العنيف هيقف لان هو بحرك برضه يبقى في الم بس هو هيقدر يدخل الالم مع نفسه لكن انت لو حركت له تبقى اعلى لوضع المخده اللي هينام بيها المهم جدا ذات اجريسيف ستريتشنج اور اذر اكتف انترفيشن نوت بي اكتمبك دون ستريتشنج ممنوع لا تعمل ستريتشنج ولا ستريتشنج اكسرسايز يبقى هتجيبه ليه؟ فريزنج ستيج فريزنج ستيج ده
فيها موبيليزيشنز بس جريد كام؟ 2 و3 2 للبين و3 للرين جنتل قوي. الستريس اكسرسايز فيري دي اكتف بس مش اكتف ريزيستنت جنتل قوي. الهدف من ده زياده ومرور الرين وزود الكريزنج بين. هدف انت تزود الرينج اوف موشن وزود الكريزنج بين. الانترنال والاكسترنال والابداكشن هتركز على مين؟ على الانترنال وبعدين الابداكشن وبعدين مين؟ الاكسترنال. تريتمنت شود بي جنتل اكستنشن زار ويز افيلبل رينج بات نوت ميكينج ذا ايج رينج سو بينفول. تحس على عيال 5 دقايق وهنصلي كلنا يا جماعه. ابسولوت نو اجريسيف ستريتش اور ريزيستنت اكسرسايز شود بي برفورمد دورينج ذا ستيج. The patient must know that aggressive end range exercise is one to one. لازم يفهم ده. كل يا عم الحالة نفسك شوية وشد شوية ده مش في مصلحة. ده مو مزيد مش مفيد. اللهم قدر لك اللهم فشل. اللهم فشل. Clinical rule. Very. Understanding the irritability of the shoulder and the monitor. The shoulder response to treatment range of motion should improve not regress. انا قلت زيادة المدى الحركي في ما لا يزيد الالم. هو ده معنى الكلام. الطبيعي لو انت بتشتغل صح وفاهم التشو تحت ايدك وحاسس بيه الرينج بتاعك هيتحسن. يبقى انت اون ذا تراك لقيت الدنيا بتسوء منك يبقى انت خارج منها بتعمل حاجه غلط. Clinician may indicate the patient to climb the wall يطلع الحيطه وينزل وتبدا اكسرسايز يعملها في البيت هوم اكسرسايز بالجراف المفروض يعمل التمرين 5 ل10 مرات في اليوم. الكلام ده يعني العيان المصري تقريبا مستحيل يعمل حاجه زي كده. فانت لما يجي لك الجلسه هتطول في الجلسه شويه شويتين ثلاثه وتعمل معاه وبعض احيانا هتلاقي بعض العيانين الكوبرز المتعاونين هيساعدك تعمل الكلام ده وما تطولش 5 ل10 مرات في اليوم. لا خليه بس كل صلاة مرة أو مرتين يعني 3 مرات في اليوم. لو عمل معاك هتلاقي نتائج غير طبيعية. فروزنج ستيج. فروزنج ستيج اللي عندك بيبقى عنده بين ما عندوش بين خالص وعنده ليميتيشن. وقلنا تاني غالبا مش بتعمل إلا إذا أنت اشتغلت معاه في الفريزنج ستيج اللي هو الثالث السادس ودخلت معاه وصلت معاه 150 فليكشن 120 130 ابدكشن عندك حوالي 60 70 درجه انترنال روتيشنز يعني فانكشنال ريتش في كل الدايركشن. هتكمل معاه في البروزنج ستيج وانس بير ويك ويعمل تمرين في البيت شهرين ولا حاجه هتلاقي في درجه طبيعيه 100%. طب لو دخلنا او العيان جاي في البروزنج ستيج اصلا هعمل له اسبوعين ثلاثه عشان اعرف هو كلاس 9 ولا ليك بوينت عشان اقدر اكمل واقدر اقول له لان انت لو انت فاهم انت مطالب ان تخاطب الناس على قدر عقوليتك هو تحاول انه ليه لك طريق. والله عمل انت تعمل مرضين في الاسبوع اصلا عمل 6 جلسات بقى 6 جلسات مش نتيجه نهائي وانت عارف ان هو فوز من الاول وقدرت تحكم من 6 جلسات بتوعك ان هو كلاس درايف او ليد باي. ليد باي بيقول لازم منظار ما ينفعش تعمل تحليل لازم منظار لازم ايه؟ طب ليه الكلاس نايف؟ حسب ظروفه الماديه. لو هو ظروفه الماديه كويسه يبقى ايه؟ منظار. ظروفه الماديه على قدها يبقى ايه؟ ما ينفعش اي عيان يعمل ريشن اندر اساسي او انترفينشن ارثروسكوبي قبل ما يكون فوزن. لازم يكون ايه؟ ماتيور سكار تشن بروفيشن. اهي You should ensure that you have reached the frozen stage before manipulation. كلام واضح، زي أكبر بتسمع على تاني. بيتقال عربي. مش عربي ده؟ لو العين عمل manipulation under anesthesia، وكنا بنقول أو arthroscopic release، لازم ياخد formal physical therapy visits يعني يجي على العلاج الطبيعي مش مرتين بعد التحليل ممكن في اول اسبوع 5 مرات في الاسبوع ثاني اسبوع 4 ثالث اسبوع 3
وتقلل لحد لما يبدا يرجع طبيعي. كنا بنقول لو عملنا جلسات بزياده من الاول ايه اللي يحصل؟ هيزيد. هنا لو عمل مانيبيوليشن او تحريك الجلسات خمس مرات في الاسبوع ذا ماست في اول اسبوع او اسبوعين. وبعدين اربعه وبعدين ثلاثه اسبوع او اثنين وبعدين اثنين وبعدين واحده لحد لما يرجع ايه؟ للنورمال فانكشن بتاعتي. سولو ستيج ده مفيش فيها بين وبدا الايه الرينج يتحسن. اعمل كل اللي انت عايزه بعلاج طبيعي طالما مفيش بين بالنسبه لك. سكابلا كومبليشن طبعا في الرينج بتاع كام؟ 30 70 والرينج بتاع كام؟ 100 120. كل هيبر كومبليشن في الرينج بتاع 30 0 0 30 و70 ايه؟ 100. بعد ال 100 120 تبقى ستريتشنج اكسرسايز. ستريتشنج اكسرسايز ستريتشنج اكسرسايز لان الجزء ما يبقاش ايه؟ ارتيكولار يبقى الجزء اكسترا ارتيكولار مضايق في اللاب من الادابتر والانترنال روتيتور رينج موشن. عشان كده هنعمل سكابلر موبيلايزيشن. ده سكابلر موبيلايزيشن. النقطه الثانيه لما تتعامل مع ستريتشنج اكسرسايز لازم تخلي العيال يحس ان ستريتش في المكان اللي انت عايزه قبل ما يعملوا في البيت، يعني بتطبقه عليه وتخليه يحس ويحس الستريتش ده، وقول له اعمل على نفسك وهو قدامك، وبعد كده قول له روح اعمل ده عشان يجيب النتيجه اللي انت عايزها. سكيبر ستريتش وكروس ارم ستريتش، ده سوري كابسول ستريتش، سكيبر ستريتش، جوين ديستراكشن. When introducing self stretch it is important that the patient keeps the stretch in the target tissue. لازم تخليه يحس التيشو اللي هو انت عامل ستريتش. عشان لما يعمل في البيت يبقى عارف انت المفروض يشيك فين عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. Avoid symptoms of impingement with horizontal ايه؟ abduction. عشان كده بقول لك بودر لايت مع horizontal abduction. الجارد او الانترنال روتيشنز البسوري كابسولر ستريتش هنعمله ازاي؟ كوردر بروسر لايت موبيلايزيشنز البيج مايكرو ستريتش نفس التكنيكس بتاعت مين البنجمنت نفسها بالظبط. ممكن اعمل بسوري لايت كده البسوري كابسول كورد اهو بسوري لايت اهو وادي كورد لايت نفس التكنيكس ما تختلفش. وبوست لاترال عملناها النهارده في السكشن وعملناها الاسابيع اللي فاتت مع الناس اللي كانت السكشنين اللي خدوا معانا الشرطه بوست لاترال اللاب عشان مين ليميتيشن انفليكشن ريد موشن بيان ال 120 يعني الاثر 150 مش جاي انت مش موبيلايزيشن انت محتاج ستريتش فيه الاكسترنس والاكتر والانترنال روتيتر هم اللي عاملين ليميتيشن انفليكشن واللاب والاكسترنال روتيتر اسمها 90 ولا 90 تقدر هو سامع ليه؟ ما تسمعش كلامه بس لما عمال يكلمك من ورا راسه. سليبر وكروس ارم بعد كده بتعمل استرينسنج مين؟ للروتيتور كاف والاسترينسنج مين؟ السكابولار ماسلز وده عين فروز الاب وبعد انصاد بنرجع نشوفه الساعه كام؟ 6 ل 10 نعم؟ 6 ل 10 6 و5 بكون كلنا هنا معانا ربع ساعه ربع ايه؟